من وين يا ريتا؟ أنا من حلب وعايشة بهولندا. هلا هلا أنا فيكي. مسيحية أبا عن جد، بس اوكي. عندي سؤال كتير عم بخليني أستغرب كتير من رفيقي اللي ما بدي أقول قصته طبعا لأنه يمكن عم بيحضرني. فبدي بس أسألك، إنه هو دايما بيقول لي يسوع هو الله، وأنا كتير هالكلمة عم بتضايقني، دايما بقول له هو كلمة الله، إيش ما بدك أقول بس لا انتي تقول لي إنه مسيحية؟ هو. انتي طبعا مسيحية أبا عن جد؟ طبعا طب أي طائفة انتي؟ أنا أرثوذكس. أرثوذكس. هلا بالأرثوذكس مامي كيف كاثوليك بس كمان بتقول إنه لا، يسوع ليس الله، شو بتقول ماما؟ هو ابن الله، هو كلمة الله. اوكي غلط؟ طيب، اشرح لك اياها على السريع. اشرح لك اياها على أوكي السريع. هلا انت اول حدا مسيحي اساسا بيطلع معي بهذا الفكر، وهذا فكر حلو كثير، هذا فكر ما انه سيء اساسا، بس طبعا الفكره اللي تفهمي رفيقك كيف بيقول يسوع بالكتاب المقدس شو قال عن حاله بالانجيل؟ انت قال بدك انا، تقولي، انا ماني كثير قال انا متعمقة. ولا يهمك، قال انا وابي واحد، من رآني رأى الاب. تعرفي كم مره يسوع لما يسألوه انت مين او يعرف عن حاله كم مره قال انا ابن الله كم مرة؟ بالانجيل؟ 147 مرة. فيسوع المسيح هو ابن الله، ما بيقدر تمام. حدا يشيل هذا الموضوع ابدا. ليه بعض المسيحية قالوا هو والله او هو الله؟ قالوا هلا هن شو بيقولوا؟ المعتقد المسيحي المظبوط بيقول لك الرب الاله عن يسوع المسيح، لانه اساسا مصطلح الله هو ما هو مصطلح مسيحي اذا نحن نرجع للجذور تمام. الحقيقية للقصة. ليه بنقول يسوع المسيح هو الاله؟ أول شغلة، الإله هو روح. فنحن تعرفنا على الرب الإله على أنه هو الله الآب، إذا بدنا نستعمل لفظ الله. أوكي، هو يسوع المسيح الظاهر بالجسد أي الابن، هو الروح القدس اللي هو روح الله. فيسوع المسيح هو كلمة الله وابن الله. أوكي، فبالذات الإلهية بتختلف عن ذاتنا البشرية، أنا ابني منفصل عني، طلع مني، انفصل عني، أما بالروح هي الروح وحدة، هي روح إلهية. لذلك المسيح هو إله. فبيقول بأول يوحنا، خليني أجيب لك في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة كان كمليا. ما بقدر قلت لك، ماني كثير متعمقة مانك قارية بالإنجيل الإنجيل بحياتك؟ أبدا. لا 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 أبدا، ما بتقدري يا حبيبتي، حرام. مشانك أنت أنا هذا حرام، هذا الشيء يعني غذاء، هذا غذاء روحي، بدك أكيد، بس أنا تاخذيه معلوماتي لتنمي روحيا، حتى لأنه أو ما تفوتي إيمان ودين، حرام مشانك تتعثري. صح. أعطيكي شغلة، مكتوب بالإنجيل اللي نحن بنآمن فيه، بتآمني بالإنجيل أو لا؟ طبعا أكيد. اوكي، مكتوب بالانجيل في البدء كان الكلمه عن يسوع المسيح، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. هذا كان في البدء عند الله، وبه كان كل شيء. اوكي، فاذا أوكي. المسيح مين هو؟ الكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. لهالسبب المسيحيين بيقولوا انه الكلمه اللي هو يسوع المسيح هو ابن الله، ولكن هو نفس الذات الالهيه. هو عرف عن حاله، قال أنا وأبي واحد، قال لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، من له الابن له الآب أيضا، ومن ليس له الابن ليس له الآب أيضا. فلذلك نحن على ثقة أنه السيد المسيح اللي بين إيديه الدينونة وبإيده الحساب وبإيده قيامة الأموات وبإيده إعطاء الحياة الثانية، هذا هو الإله. لذلك المعتقد المسيحي بيقول لك هو ابن الله، والله الله هو ابن الله، لما تجسد على الأرض هو ابن الله. اوكي روح يسوع المسيح هي ذات الروح الإلهية الواحدة، هو الإله. أنا مرة شبهتها، لأعطيك إياها على سبيل المثال، شبهتها بالمحيط. لما إذا سمعتي الحلقة، المحيط لما بناخذ منه كاسة مي بقيت هي مية المحيط، هل كل المحيط نزل بالكاسة؟ لا، نفس الشيء. الله الله الإله كله كان هو موجود بجسد يسوع اللي انصلب واللي دخل القبر، وبره مين فضي؟ بره ما بقي في إله أكيد لا، ولكن هي روح من روح. نحن من آمن
إله حق من إله حق وروح من روح، فهي هاي الكاسه عبيناها من ميه المحيط، بقيت محافظه على نفس الخواص وصفات المحيط اللي فيها. فنفس الشيء الجسد اللي امتلأ بابن الله بيسوع المسيح هو حافظ على صفات الألوهة نفسها، لذلك كان قادر بكلمة منه بدون ما يصلي. الأنبياء اللي قبله كانوا مضطرين يركعوا ويصلوا ويقوموا بطقوس لحتى يشفوا حدا أو يحيوا ميت. هو يسوع المسيح بكلمة منه كان يقول له قم وامشي، كان يقول مغفورة لك خطاياك. مين بيقدر يغفر الخطايا إلا الرب الإله؟ لذلك الرب يسوع المسيح هو الإله. صح أوكي؟ تمام اوكي حبيبتي تبقي بخير يا ريتا. ميرسي كثير وقري لإلك. الإنجيل، الإنجيل والكتاب المقدس توراة وإنجيل، هدول بيفيدونا لإلنا، بيعطيكي كيف ممكن تتعرضي لخيانة من رفقاتك، كيف ممكن أنت تتصرفي بحياتك، كيف ممكن تكوني بالشغل وتتعرضي لشيء معين كيف تعالجيه. هو كتاب حياة، ما هو كتاب قصص مرقوا قبل 2000 3000 سنة عم نقراهم أبدا. أوكي يعني انت برأيك انه الاشياء اللي اخذناها بالمدرسة من وقت ما كنا كتير صغار، إنه مثلا اي اشياء، يعني مثلا انا بدي اقول لك مثلا مثل وقت كنا بالمدرسة حصة الديانة على فرض، هدول الاشياء ما بتكفيكي؟ حصة لما بدك تقري الانجيل؟ ما بتكفي، لانه بالمدارس، هي مدارس. انت اخذتي الابتدائيه بالوطن العربي؟ لا انا كنت بمدرسة الامل بحلب. بغض النظر، بس بالحلب بالشرق اوكي الاوسط بالوطن العربي. تمام. ايه طبعا اوكي، بسوريا، يعني سوري. هنيك في عندهم مقيدين، الكنايس بالشرق الاوسط مقيدين وفق العرب المسلمين، مقيدين شو يعطوا، مقيدين كيف يعيشوا حياه مسيحيه، مقيدين بكل شيء، لهم حريه يصلوا ضمن الكنيسه، ولكن حتى المدارس المناهج المدرسيه كلها بتلاقي بكتاب الديانه بتلاقي في ايات قرانيه، بكتاب القوميه والجغرافيا والعلوم والتاريخ في ايات قرانيه. فاذا نحن ما بنقدر نقول اللي اخذناه بكفي، اللي اخذناه كان اساسا مشوه، مو على بكفي او ما بكفي. هون ينبوع الكلمه الحقيقيه اللي ممكن نحن تغنينا. لما كنت صغيره عطوكي قصص تقدري تستوعبيها، قالوا لك مريم العذراء راحت مع يوسف النجار وانتقلوا من بيت لحم، من الناصرة لبيت لحم، وولدت ابن يسوع. شو هاي هي العقيدة؟ أكيد هي لا. قصة ميلاد المسيح. اوكي، فبدك تقري هدول القصص اللي بالكتاب، ما بيقدروا يعطوها لأطفال ابتدائي وإعدادي. ليه؟ لأنه الطفل تماما مثل الغذاء الروحي، مثل الغذاء المادي، ما بيقدروا يعطوكي لحمة ليعطوكي حليب. فكيف إذا هذا الحليب أساسا هو حليب مقيد بالبيئة المحيطة فيه؟ هيك بتعطوهم هيك ما بتعطوهم، بتدخلوا لهم آيات من عنا مثل ما عندكم من عندكم. فطلع الطفل السوري والشرق أوسطي بشكل عام مشوه عقائديا، ما بيعرف شيء عن مسيحيته غير أنه هو بيحط صليب بصدره، بس هذا كل شيء بيعرفه، غير أنه بيروح الطقوس أنه هي هلأ عنا هجمة وهلأ تنين باعوث وهلأ تعالوا نروح بالليل بس. مظبوط. okay. فلا ضروري كتير يا حبيبتي، هذا كتاب الحياة لإلنا. ماشي ان شاء الله خير. ميرسي كثير لإلك. هلا فيك ان شاء الله السنة الجاية بتطلعي معي، بس بتكوني يعني لحالك، انا بقول لك اول آية وانت بتكمليها. ان شاء الله يا رب. حبيبتي باي يا ريتا. ومامي عم بتقلك انه هي كثير بتحبك كمان. حبيبتي سلمي لي عليا كتير. الله يسلمك. ميرسي كثير. باي حبيبتي، باي. باي.